وزارة التعليم تتراجع عن نظام امتحانات التابلت الـ MCQ، وكمان في الفيديو ده في تغيير في خطة الدراسة في المدارس سواء على مستوى ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. يعني على سبيل المثال إن مش هيبقى المدرسين دورهم إن هم يشرحوا الدروس، لأ في دور تاني هيقوموا بيه. فتابع معايا في الفيديو ده غرائب وطرائف النظام الجديد للدراسة بالمدارس، وكمان التراجع عن نظام الامتحانات. أول ما الوزير نزل النظام فأنا أعلنت وكتبت كده على صفحتي على الفيسبوك، حتى في القناة هنا على اليوتيوب كتبت قناتي مستر مانول، أنا قناة تعليمية بقدم محتوى تعليمي وخدمي. لو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة، ولو مشترك دوس لايك واكتب أي تعليق وأنا هرد عليه إن شاء الله. طيب الوزارة أول ما نزلت النظام الـ MCQ، أنا قلت لأن أنا خدت النظام الـ MCQ ده على اليوتيوب، وقلت إن ده لا يصلح أساسا في اللغة الإنجليزية أو لا يصلح في اللغات عامة، ولا إنجليزي ولا عربي ولا فرنش، ما ينفعش في أي لغة. طب ليه؟ هقول أنا الأسباب دلوقتي ببساطة خالص. عشان إحنا ما ينفعش نلغي التعبير، ما ينفع الباراجراف الباسج القطعة، ما ينفعش نلغي الدالوج والحاجات دي. هنشوف تصريح وزير التربية والتعليم. علق الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استفسار إحدى أولياء الأمور على إلغاء سؤال التعبير باللغة العربية وسؤال الباراجراف باللغة الإنجليزية، خاصة بعد تصريحات الوزير بالمؤتمر الأخير إن أسئلة امتحانات الثانوية العام المقبل ستكون بنظام الأسئلة الجديدة الاختيارية. وأكد الوزير في تعليقه أكيد إنه لن يلغي جزء أساسي من مهارات اللغة المطلوبة. وأضاف الوزير على جروبات أولياء الأمور عبر الواتساب أن الفكرة ليست الامتحان وليست انتصارا أن يلغي التعبير، وإنما نتعلم ونجيد التعبير. وشدد أنه فيما يخص الامتحان النهائي فقد اختاروا كل الحلول التي تراعي أهميته وقيمة العدالة المحققة بتقليل العنصر البشري، وليست القضية إلغاء التعبير. يعني ببساطة خالص نطلع من التصريح ده إن عندنا كده التلات مواد هيستمروا زي ما هم، أي هم يعني مش هيتعاملوا بنظام الـ MCQ اللي هم الإنجليش والفرنش والعربي، هيبقى فيهم تعبير وقطعة ونحو ومحادث وهكذا. طيب كمان دكتور رضا حجازي كشف عن خطة الدراسة بالمدرسة والبيت وجدول الحصص، وقال الدكتور رضا حجازي إن اليومين الذين سيحضرهم الطلاب في المدرسة لن يكونوا لشرح المنهج. نتابع مع بعض الأخبار الغريبة، ولكن لعمل تطبيقات على ما شاهده الطالب من شرح في البرامج التعليمية بالتلفزيون، وأوضح أنه انتهى من الخطة التعليمية وقام بتوزيع الدروس على الحلقات في البرامج التلفزيونية، وسيتم عمل جدول بها للطالب وأولياء الأمور والمدارس بحيث حصة التلفزيون تسبق حصة المدرسة. هنتابع الأخبار والطرف، تابعوا معايا الفيديو ده اوعوا تروحوا في أي حتة. وأشار أن حصة المدرسة بالتالي ستصبح التطبيقات العملية على ما استمع إليها الطالب في البرامج التعليمية في التلفزيون. ولو واحد يقول لك إنك نسيت، لو واحد طالب يعني قال نسيت أشوف البرنامج في التلفزيون، هتقول له روح حمله على اليوتيوب وتعالى، يعني مالكش دراسة النهاردة. إن برامج التلفزيون هي مكملة للبرامج الدراسية، وإن ما جمعنا عدد ساعات البرامج التعليمية في التلفزيون مع عدد ساعات ما يحضره الطالب في المدرسة تعطي الإجمالي التعليمي للطالب وما تم صيغته بحرفين. يعني ببساطة كده اللي هناخده من الجزء ده، عشان لسه في أخبار تاني بخصوص دروس التقوية ونظام التدريس فيها ونظام المعلم هيبقى إزاي ونظام الطلاب. فببساطة كده إن أنت هتاخد الدروس في البيت هتسمعها على اليوتيوب، وهتروح في المدرسة يعلموك إزاي تسمع الدروس دي على اليوتيوب. وكمان الدكتور رضا حجازي وضح حط جدول، نزل جدول استرشادي، وكانت كمان الجدول الاسترشادي ده أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا كلها بتتكلم على الجدول، لأن هو نزله حصتين عربي، حصة إنجليش، حصة علوم، حصة دراسات، حصة تربية رياضية، حصة تربية دينية. ولما نزل الجدول نسي مادة الرياضة اللي هي الحساب في ابتدائي ورياضة في إعدادي وثانوي طبعا، وكانت يعني حاجة مضحكة بالنسبة لكل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف وزارة التربية والتعليم تنزل جدول استرشادي والجدول الاسترشادي ده مفهوش مادة الرياضة. كمان اتكلم عن فكرة
دروس التقويه اللي هتقام في المدارس، وقال على مستوى ابتدائي واعدادي هتتم في المدارس، وهيبقى الحصه ما بين 15 جنيه ل 85 جنيه، على حسب يعني الموقع. يعني قال القرى ممكن تبدا من 15. طيب انا هنا بس عايز اقول ان في قرى، يعني احنا انا واحد في قريه، الدروس عندنا في القريه هنا ب 10 جنيه. يعني انت بتقول ان احنا هنساعد ولي الامر وهنساعد الطالب، انت بالعكس انت كده بتغلي على ولي الامر وبتغلي على الطالب. كمان قال نقطه مهمه بالنسبه للشهادات في دروس التقويه، قال ان احنا هنوفر له اي مدرس، يعني قال لك هنوفر قاعات مجهزة مكيفة من الإدارة، كل إدارة هتجهز قاعات مكيفة مجهزة بكل وسائل التقنيات الحديثة، والمدرس هتبقى طبعا حصص الشهادات هتبقى الحصة يعني من 60 ل 85 جنيه. برضو هرجع أقول هنا، أنا بقول لكم بوضع كرة ومراكز، يعني إحنا عندنا في المراكز اللي عندنا، إحنا مراكز تبع أسيوط، أنا عارف طبعا في مراكز بره في سناتر بره في مصر، لكن أنا بتكلم على وضع هنا سناتر مثلا في بلادنا. السناتر في بلادنا هنا بياخدوا مثلا بالحصة ب 20 جنيه. طب أنت بتقول إن أنت هتوفر للطالب وهتوفر لولي الأمر، هتوفر له إزاي وأنت هتعمل له الحصة من 60 ل 80 جنيه؟ فبرضه دي تساؤلات احنا بنسألها للوزارة، انتوا بتحاولوا تخففوا العبء ولا بتزودوا العبء؟ وقال كمان ان لو مثلا، وادى مثال، لو 100 جنيه دخلت المدرس هياخد 85 جنيه و15 جنيه هتروح للمدرسة سواء في ابتدائي او اعدادي. وقال بالنسبة للنقل هتتقسم ما بين الإدارة وما بين المدرسة. ده كان تصريحه بالنسبة لدروس التقوية. كمان وضح كمان ان لو حد تربوي او يعني حد مدرس خارج هيئة التربية والتعليم، يعني واحد بيدرس بره لكن هو مش مدرس، يعني بيدرس في سناتر وحابب يقنن وضعه، هنيجي وزارة التربية والتعليم هتديله شهادة تربوية ان هو يدي في دروس التقوية في المدارس. بس ده طبعا لو طلبوه الطلاب، يعني في طلاب هيقولوا مثلا الاستاذ الفلاني ده هو مش مدرس لكن متميز، فهيجي يقولوا لنا على اسمه واحنا هنديله تصريح ان هو يدي بس في المكان اللي احنا نحدده. دي برضو كانت من ضمن تصريحاته النهارده بالنسبه لدروس التقويم. تابع معايا كل حاجه، انا كل كبيره وصغيره خاصه بالتعليم او كورسات اللغه الانجليزيه او معلومات خدميه بقدمها هنا على قناتي التعليميه مستر مانول. اتمنى ان انتوا تتواصلوا معاها باستمرار وتقدروا الخدمات اللي الواحد بيبذل مجهود فيها، وشكرا ليكم.